وينضم معنا من أثينا فاروق فتيان الراودي بمماسي وأكاديمي عراقي للحديث حول تداعيات زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الزيارة الأخيرة إلى واشنطن والاتفاقيات التي وقعها. سيد فاروق، بداية أهلا بك. صحيفة واشنطن بوست تكشف عن اشتراط الولايات المتحدة لدعم العراق التخلص من أمراء الفساد إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة. السؤال هنا، هل تعتقد أن حكومة الكاظمي قادرة بالفعل على إنهاء هذا الملف؟ باعتقادي أن الكاظمي لا زال يطرح الوعود، ولحد الآن لم يحقق أي خطوة إلى الأمام باتجاه حصر السلاح بيد الدولة وحصر السلاح بيد السلطة. الميليشيات لا زالت المنفلتة تملك السلاح وتملك إمكانية اغتيال أي ناشط، ومن خلال ما حدث إلى سواء للهاشمي أو إلى ريام أو قبلها العشرات دل على أن الكاظمي لا زال غير قادر على كبح جماح هذه الميليشيات. ربما هو غير قادر أو ربما هو غير راغب. هناك فرق بين أن يكون غير قادر وأن يكون غير راغب. ربما يكون غير راغب بكبح الميليشيات بشكل كامل نتيجة ولاءات ونتيجة وجود قوى سياسية تضغط بهذا الاتجاه. نعم. الكاظمي زار واشنطن كما تعلم بعد زيارة قام بها إلى طهران، وسبق ذلك أيضا زيارة إسماعيل قائني قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد. هل تعتقد أن النظام الإيراني يمكن أن يرفع الدعم عن ميليشياته في العراق بهذه البساطة؟ النظام الإيراني هو داعم للميليشيات، والحكومة هي بنفس الوقت السلطة السياسية تعلن ولائها إلى إيران طالما لا زال المالكي يمتلك القوة وهادي العامري يمتلك القوة والميليشيات تمتلك القوة. إذا السلطة السياسية والقوة هي للجناح الموالي لإيران وليس للكاظمي. لم نشهد لحد هذه اللحظة رغم مرور أكثر من 3 أشهر أو ربما 4 أشهر على تولي الكاظمي المسؤولية، لم نشهد أي تطور يعمل من أجل كبح جماح هذه القوى أو على الأقل التصدي للخروقات اللي تقوم بها هذه الميليشيات أو القوى التابعة إلى ولا محسوم إلى إيران. نعم. سيد فاروق، في اتجاه موازي هذه الزيارات للكاظمي بين طهران وواشنطن، إلى أي مدى ترى بأنها تكشف ضعف موقفه أي الكاظمي وعدم استقلالية القرار في العراق؟ الحقيقة الوعود اللي ليس الزيارات فقط وإنما الوعود التي يطرحها الكاظمي يطرحها في النهار وفي الليل تجري عملية اغتيال شخص آخر. طرح في دار هشام الهاشمي أنه سيقتص من المجرمين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال هاشم الهاشمي، ولكن لحد هذه اللحظة لم يقتص ومعروفين من هم من قام بعملية الاغتيال. نفس الشيء هذا ينحدث على كل الأمور. لا زال الكاظمي لم يتخذ إجراءات عازمة. على سبيل المثال ليس فقط الفساد، طرح مسألة أنه سيحارب الفساد والفاسدين. لا زال يعني عندما نتكلم عن الخروقات والكذا، عندما يكون صالح الفياض هو في الصورة معه في البصرة ويرافقه، وصالح الفياض كان هو الداعم الأساسي للحشد وللميليشيات ومحسوم ولا محسوم إلى إيران. لذلك أنا لا أعتقد أن ما موجود حاليا في السلطة في العراق هو صادق في وعوده وصادق في ما يطرحه للتخلص أو لكبح جماح النفوذ الإيراني. نعم. في سؤالي الجديد، ألا تعتقد أن أمام الكاظمي ربما فرصة لا تفوت لإنهاء هيمنة الميليشيات على الدولة وحصر السلاح بيدها، وهو مطلب ينادي به الجميع في العراق إن كان جادا بتحقيق وعوده؟ أنا الحقيقة هو لو يتخذ أي قرار بالتأكيد الشعب بكاملة، الجماهير المنتفضة لماذا انتفضت؟ انتفضت ضد الفساد، ضد
ضعف الدولة أمام الجارة إيران وضد النفوذ الإيراني. الكاظمي لحد هذه اللحظة لو لم يتخذ القرارات اللي ينادي بها المنتفضين، اللي ينادي بها الجماهير، أمامه فرصة كبيرة ليس فقط العراقيين وإنما حتى دول الجوار لو اتخذ نعم. لكن في المقابل سيد فاروق، في المقابل يعني نرى رفض قادة الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران في العراق لاتفاقية الكاظمي، هل يمكن أن يقود هذا إلى مواجهة محتملة بينهم؟ لحد هذه اللحظة السلاح التي تمتلك الميليشيات هو سلاح أمريكي. نعم. الدعم اللي أخذت الميليشيات كان في رعاية الولايات المتحدة الأمريكية وفي رعاية السلطة الأمريكية. أنا أعتقد لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة بشكل كامل لحسم هذه الميليشيات أو لوضع حد لهذه الميليشيات. هي ربما بهدف بعيد المدى لتفتيت العراق، لتدمير العراق. شكراً. الآن ربما وصلوا إلى هذا الشيء، ولذلك أنا باعتقادي أن الصراع القادم سيكون حول المصالح وليس حول الولاءات. من أثينا كنت معنا عبر الهاتف السيد فاروق فتيان الراوي، دبلوماسي والأكاديمي العراقي، شكرا جزيلا لك.